وليهي كتاب كما حلق مقام حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. حصن المسلم قفك مسلم كدفيس كيسة أو اسكو إلى لنيو أذكار لغسو قاتي قرآن كإي السنة وليو ما لها أن جوغنو يضا ملك استأيتها دانا قفك هدي أذكار تأكتك أي خطرتي ذي لذا. عليها مصنف كفضل الذكر إن إلهي لحسو فضلك كجرة. قال الله تعالى إلهي وحيري فاذكروني أنيك إحس أذكركم أن إذن حس واشكروا لي إيما هالنقى ولا تكفرون هاي وقالوا بنا. إلهي هدنا وحيري يا أيها الذين آمنوا مؤمنين أي اذكروا الله إلهي حس ذكرا حس إلهي حس ذكر قاسو كثيرا فربضا إلهي حس. إلهي وحير والذاكرين الله كدي مركي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات لسوا ذي إن ذا بغلوكر دوو حليري إيو الذاكرين الله رق إلهي حس كثيرا إن فربضا إيو الذاكرات هوانك إلهي حس كثيرا إن فربضا بأي أذن كجرت أعد الله إلهي وحود دياري لهم يجي مغفرة دمداف وأجرا أجر بؤود دياري أجر كاش عظيمون. إلهي هدنا وحير واذكر ربك ربك حس في نفسك نفس الضادة يعني بمعنى حسك ووحقفك قذيه سكدح قوحي تضرعا أضو إلهي أسبهم بهنية يوخيفة أضو خاص ودقية يودون الجهر أظن كر ودقيني من القول أراهضة بالغدو أرورتي والآصال قلب يدي ولا تكن هاني من الغافلين كو كردوهن إلهي حسكيس يعني كر أدك هذا لخشوع أو هاس أدك أو سبح أقري أو قرب الله أقري أو هكذه نانين هذا هو الودي يعني بمعنى أنت هدي اللي قفك مسلم كأه وحالات دقاء الله ما أنت سعادة بوليه إبليس إنه جنود بوليه وحنات أركيسان اللي هبل الجن باق قلي هبل الإل باق الشي هبل الوسواس باق قلي هبل الحسد باق قلي oo masajida afar la tanka saala leh dadka lagu tufo wax kala ma qofku wuxuu ka tagay qalabkii uu ka tagay ahamiga laha ama ahamiyada laha waqala annabiyyu nabiyyu xiri sallallahu alayhi wasallam mathalu alladhi yadhkuru rabbahu kan ilahi husa tilmantisa iyo alladhi la yadhkuru rabbahu imid kan ilahi husaynin labada waxay ka dhigan yihiin mathalu alhayyi mid nool ki noola iyo almayyiti aw mathalu almayyiti ki dintay لما الروح أو مدنا ونول ياهي مدنا ودنت سيؤكل الدوينهين بيؤكل الدوينه لما الروح مد كإلهي حسين مد كان إلهي حسين. وقال صلى الله عليه وسلم النبي الحجير هدنا ألا أنبئكم وارضضوا ما إذين شاقا بخير أعمالكم عمل الذي نمد مد كأجونا أكسن وأزكاها أجونا الطهر سنام بدن عند مليككم بقركين أكتس الله وأرفعها أغسرين بدن في درجاتكم درجاتكين وخير لكم إذن خير بضن من إنفاق الذهب ذهب إناد بحسان والورق إناد بحسان قلن خير وخير لكم ما شاء بعض بيكون جرت ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأزكاها وبأرفعها وبخير لكم إذن كان خير بضن من إنفاق الذهب ذهب إناد بحسان والورق إناد قلن بحسان وخير لكم إذن كجا خير بضن من أن تلقوا عدوكم إن عدوين لك ولنطان أو فتضربوا أدقر عذان أعناقهم لقمه ذا أما لقمه ذا أدقر عذان ورونتا إمالك الصوص الرئيس أدقر عذان ويضربوا عناقكم إذن اللقمهن أي قراعان وإذن كجا خير بضن من الشيء نبي مركب إليه عملك أو خير بضن أو تزقية بضن أو سرين بضن اي خلال بحيا كخير بدن او جهاد كخير بدن ورميدين شاقا قالوا بلا ها رسول الله انه شك مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله تعالى الهي الحسو وقال وحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الهي وحي له انا انو عند ظن عبدي بي ادون كي هلك اي ملايو اي ماشا ويغفلنا يانا هاي وانا معه
السجل الجير كيسانا هاي إذا ذكرني مركو يحصه يعني بمعنى قفك وحال الرابع ما لها إنو هناجيو حنون با يميد إن إلهي عافي ما توصين دونه فقربو يا هايستا إن إلهي وكسار الدونه هضم الدونه لبا جري إن لقبح الدونه هضبا ما لها وماشا وتاقين هبو ربي أهذو وأنا معه إذا ذكرني لجير كيسانا هاي بعلمي وان تاقير يا قرب كيسان تاقنا فإن ذكرني في نفسي هضو إساقون إحصه وإسكس الرئيس وإسكس رئيسته وفي داخل نفسي وإحصه ذكرته في نفسي أن نفس الديدان كحصية بمعنى ومحي حس أن إيقارة أي أن حصية وإن ذكرني في ملأ هدي جماعة دحذيد ويقعد حصنا ذكرته في ملأ خير منهم وهن كحصية جماعة كو يقعد حصي أما يقعد حصي كخير بضنبا كحصية وإن تقرب إلي هدو يسوى الدواد شبرا أي تقرب إلي بعمل شبرا تاكو يعني بمعنى وصدا يلحجر أفرطة يعني مثلا صدا يلبجر فرطاس أوليس قرب لقي بشبر يقول نقضاء سيدة الله تلمامة أما با وحكالا لغو تلمامة فرطي إسولك إنت أولي حيث تاكذاس أو لحذاني أفر سنتيمتر أه نوالة تلمامة يدن لحذاني أفر سنتيمتر نوالة تلمامة وحكالا لكن ما معناه صاصو كلا هدي ويسود هذا شبرا أنت تقربت إليه أن نوحا ندوانيا ذراعا ردنبا ندوانيا أو قعنت أنت الله في ذيئة وإن تقرب إلي هدو أن يسود هذا بعمل ما ذراعا ردن تقربت إليه أن ندوانيا باعا باعا ومركا لبدا قعمو صال الله كلا في ذيئة مليكتا هلك الله في ذيئة بليحنا هلك الله في ذيئة أنت أود حيث لبدا كف انت اود حساب باع لو مغعب لقاهان باع انت وي انت ايان مركا لبدا غعمود او لا فيديو او ميدنا ميدق لو فيديو الا لا اي كفت سميسو اخر كده ميد كلانا بيدخ لو فيديو الا اي كفت سميسو لبدا كف غعمها انت اود حساب باع لو مغعب وان اتاني هدو اي ما يمشي اسغو سكونيانا اتيت وانو ايمانيا هروله تندقدق وحا سودن مقاييس ما لكن وحل رباكلي ان لموجيو ان الله سبحانه وتعالى ادو كلي وحان معنى لهين هذا سميسد إن إلهي إنت إنك بدن كوكو بدري دون وعن عبد الله من بصر محل قولي أن رجلا قال نمبا وحير يا رسول الله رسول الله إن شرائع الإسلام إسلام كشريعين كيسا قد كثرت علي ويقوب بضتي كان سمي كان سمي كان سمي عيدا بيكب بضتي فأخبرني إيشك بشيء شيء إيشك شيء قاسو آتا شبث به أن كدقو وحون أرك يعني وحي كم توحيا به لله عمل كترد وكبطا قف البنا إلهي سبحانه وتعالى عمل با إلهي أفوذي مد با صانك أسهلين مد با صلاة أسهلين مد با قرآن أقرسك أسهلين مد با صدقات أسهلين مد با جهاتك أسهلين ذاتك أسكو مد ما لكن وحي ما دام أي بضا تمال أنسك الله الله ذي إيشك قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يا نزول لسانك عرب كاغا رطبا متكي قيان إنو يهمين ذكر الله يعني عرب كاغا مر بابا هقيناذو وذكر إلهي مر ببها حشا يقوي وقال وحي النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا قفكي حرف أقوى من كتاب الله كتابك إلهي كمذا فله وحي الله به أي بقراءته لهذا الحرف أو بهذا الحرف أو أقوى كل حسنة هل درجة والحسنة هل كي درجة وناك أهنا بعشر أمثالها طبعا لا بين قناة السائية لا طبعا وليقا كيدوي لا أقول إذي ملهب النبي إليه ألف لاميم صلى الله عليه وسلم ألف لاميم بحرف إذي ملي سد هذا حرف ولا صعدة يعني ألف تيلام كإيميم كحرف إذي ملي هي ولكن ألف 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 كلي حرف ويطبعا درجات كم تيستي ولام كلي حرف ويطبعا كم تيستي وميم كلي حرف ويطبعا بعد كم تيصدا له هذا نكسي الرفو وعن عقبة بن عامر وحال قولي قال إن وير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا صبح ونحن في الصفة إنه ماشي صفرة هاي جوجنا وهلك ماشي يلايد ضع ذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه فريسان جيران ذاتك صحابة ها أيو شقا يحب أن أدري رجيران ماشي إسكيف دي أبو هريران ذاتك أو كم إدها فقال مركز شير أيكم يحب متكي واكي كان جعل أن يغدو كل يوم ما نوى البابا إنو أكله إلى بطحان ووادي أد واسع أو إلى العقيق يعني ما شاء الله تلمام بطحانك ووادي واسع عقيقنا من الله إلا سد حماية المدينة أجرته فيأتي منه مركة كليمادو بناقتين الله رهلاد كوما ويني
شلس في غير إثم إسوغو دنبي أنا كل من ولا قطيعة رحم بمعنى رحم أنا قوين يعني بمعنى ووحا وقص الرأي وهذا ما أنت ركور هدي أنا كو شيغو أكسيونة أو حاجر بروجكت وادبحيسا أدن قفنا أدن صادعين الأبلاب أدن قلين ورقد مركا خلدن أدن بوحين بوحا سوهي ليسا إنتا سكون بأ سوهي ليسا دان كو إرهض يعني ما بمعنى أكسيونة سأد بقص الرأي هذا وقال يهان مركا مركا لا لهض لي أصحاب الصفاء وإحنا أنا نهيسن أي وحا ليري قفكي ربا لا لهض أو الشيليس إنو صاد نعصده إيوه واحد دنبي آنو قلين إيوه بولي آنا أهين ضد آنو كسر قعمة فران ولا قطيعة الرحم ولكن مدلين أذيركي مدلين رحم كإنساني كا مدلين رحم كمسلم كا مدلين ما يميدين شيئا فقلنا وحن يا رسول الله نحب ذلك وابا جعلنا هاي قال مركب الحير أفلا يغدو أحدكم نوك الله متكين إلى المسجد مسجد كما أكله فيعلم ومركب هدنا وصبرته أو يقرأ آيتين أما أصغر لبا أيضا من كتاب الله جل وعلا يعني أفلا يغدو أحدكم مو متكين أوك الله إلى المسجد فيعلم مركا وقاد أما أصبرته أو يقرأ آيتين من كتاب الله أصغر لبا أيضا كتابك إلهي أي خير له وقاد خير بدن من ناقتين لبا هلات وثلاث سدحنا خير له سدح آيات الله برتنا خير له من ثلاث سدح حرات بك خير بدين وأربع أفر آيات الله برتنا خير له من أربع أفر هلات بك خير بدين ومن أعدادهن من الإبل إنت آياتها الله أقرن أيه ترذو ذا إنت أي لأقتها أي وحي كخير بدين ترى إنت على الأقرن أو قيلي بقول نبيك صلى الله عليه وسلم يعني معنى هذا إنت آياتها الله أقرن لولا آيات الله ماشي كجراي قفك وحي خير بدين تأينو مركها ها ما لها مركة وتقول وقال مركة وحير النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكري من كجنة من قعد مقعدا قفكي مالا فريستاي فريستا فقاردتك إسوغي مادا قفكي فريستا لم يذكر الله فيه لم يذكر الله فيه إلهنا أنا كحسن ده كانت عليه وحيكون نقطة تاسو من الله إلهي حقيسة ترى وحيكون نقطة نقصان بيكو أهاني ساو يعني بمعنى شيء استقع وشيء حق إلهي ومركا ودنبي وكقلو يعني نقصان بيكون نقوني سو ومن الضجع قفكي بابا لحلول ديغا اما با بمعنى دينع ديغا مضجعا ميل لدنع ديغو قفكي دينع دول كديغا لم يذكر الله فيه إلهي سبحانه وتعالى انا ماشي انا كحسن ووحس انا لا إيمان المركو ماشا اوتغو قفكا إساغا كانت عليه وحيكون نقوني سا من الله إلهي حقيسة ترى نقصان بيكون نقصان يساو يعني كلمة دن طبعا وترى يوحي لم يذا من ولن يتركم أعمالكم قرآن كسوكم السوء أروري يعني معنى إله إذن كما نقصان منه نقصان بيكون نقصان ما نسبة كجرتاو يعني المال إنتاج فريستي حضنا إله آذن حسن ما نسبة كجرتاو وقال مركب يوحي لما جلس قوم صلى الله عليه وسلم يوحي لما جلس قوم ضدوا مفريستان مجلسا فقال الله فريستو لا يذكر لم يذكر الله فيه إلهنا أن كحسن ولم يصلوا على نبيهم نبي قد أن يكصلين إلا كان عليهم ترى نقصان بكل نقطة فإن شاء إله دون عذبهم عذابه وإن شاء دو إله دون الغفر لهم نبي قد دافيا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وقال مركب حير النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم ضد مجران يقومون من مجلس ككعية ما الله فديه لا يذكرون الله فيه إله أن يكون حسين إلا قاموا ويكئستاغا عن مثل جيفة حمار يضع مجلس كسؤ لم يدهي ضمير بختيي أوكال وكان لهم أرن كان وحن أنقنا حسر قوممو إيش الله يتأنقنا يعني ما شو ألا فديه ما عندنا هذا الله لسكو تورتوري ولا كفتمي اللهم استعان وحوال لقاها السياسية ولا تحليلي وحكست على الشيقي إلهي نمرون لواح حسين تاسو مركا وحي نقون إسا حسرة وحلقا قوما ماين دون ووانو نقصان قفك مركا كتمد إن يركدي بامبران دوننا وحا الله دوها مركا مجلس صوفة رسول الله كعي دقري الله أقريه